النهاردة إن شاء الله هنحل موديل 7 من كتاب المعاصر. السؤال الأولاني بيقول لي if the sum of measures of angle in any regular polygon 180 times n minus 2 وال n دون النمبر بتاع الساين. عايز أجيب الميجر بتاع الأنجل في الريجولار هيكساجون، تمام؟ طبعا الريجولار هيكساجون لو احنا حافظينه من أول إعدادي كان الأنجل بتاعته كل أنجل كانت بتطلع ب 120 degrees، تمام؟ فده وانا عايز احوله للراديان، فبنعمل 120 تايم الباي اوفر 180 هتطلع ديفايد 6 فيها 2 اوفر 3 باي، يبقى الاجابه هتطلع 2 اوفر 3 باي اللي هي الاجابه لتر سي، تمام. وفي بقى لو عايزين نستخدم القانون ده الصم بتاع الانجل كلها، فلو عايزين نجيب انجل واحده بس فكنت بقول 180 ان ماينس 2 اوفر الان، ده وان الميجر بتاع اتش انجل لما يكون ريجولار. طب هنا عندنا ال n ب 6 عشان هيكساجون وهنا 6، لما نعملهم تايم بعض هتبقى 6 ماينس 2 4، يعني عندنا 180 تايم 4 اوفر 6، وعشان نحولها للراديان هنعملها تايم باي اوفر 180، ال 180 هتطير مع ال 180 هيبقى 4 اوفر 6 باي ديفايد 2 هتطلع فعلا 2 اوفر 3 باي. السؤال اللي بعد كده the angle with measure 31 باي over 6 lies in dot squared وادانا first second third fourth، فهنا عندنا 31 هتبقى الباي طبعا اللي هي 180 بالديجري ميجر اوفر 6، نعملها بالكالكوليتر هتطلع 930، تمام. طبعا دي مور ذان 360، يبقى هنا عندنا المسألة اهي كانت 31 باي يعني 31 تايم 180 اوفر 6، تمام كده ايكوال طلع 930، بس ده وان مور ذان 360 يبقى هنعمله ماينس 360 مرتين طلع 210، وطبعا احنا عارفين ان 210 من 0 هنا 90 180 210 هنا، يبقى هتبقى لايز ان 30 كواد، يبقى الاجابه لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي سي دي تاتشز السيمي سيركل، يعني ان السي ده وان تانجنت، وقال لي هنا ان 2 سي اي ايكوال اي بي ايكوال 6 عشان هي مش باينه، يبقى هو الجيفن اللي عندي ان 2 سي اي يعني توايس سي اي ايكوال الاي بي وايكوال 6 سنتيمتر. عايز اجيب اللينس بتاع السي دي اللي هو التانجنت، تمام كده. طب ما انا من هنا دي معناها ايه؟ 2 CA equal 6، يعني منها ان CA 6 divided 2 هتطلع 3، وطبعا ال AB موجودة equal 6، فانا عايز اجيب التانجنت اللي هو CD، فانا عندي التانجنت باور 2 equal الجزء دون، تمام كده. طبعا هنا في المسألة ان CA equal 3 وال AB كلها equal 6، فعلشان اجيب ال CD باور 2 فبقول ان CA تايم السايد كله اللي هو السي بي، يبقى عندي 3 تايم السايد كله 3 و 6 9 يعني ايكوال 27، ومنها السي دي روت 27 اللي هيطلع 3 روت 3 سنتيمتر اللي هو الاجابه برضو لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي 2 سيركلز تاتشنج انترنالي ات بوينت اي، وعايز اجيب اللينس بتاع الاي دي. يبقى هنا ادي 2 سيركل وقال لي تاتشنج انترنالي ات البوينت اي، ومطلوب مني اجيب اللينس بتاع الدي دي. طبعا احنا ممكن نعمل هنا تانجنت، هيبقى كومون تانجنت ل 2 سيركلز، تمام كده. وانا عندي الانجل دي خدناها السنه اللي فاتت اسمها انجل اوف تانجنسي في السيركل الصغيره ايكوال اللي انسكرايبد هنا، لان الانجل دي ليها الارك دون والانجل التانجنت انجل اوف تانجنسي ليها نفس الايه، ليها نفس الارك. ونيجي بقى للسيركل الكبيرة نفس النظام، دي الانجل اوف تانجنس للسيركل الكبيرة والكورد بتاعها اوبوزيت للانسكرايبد في السيركل الكبير، يبقى انا عندي الانجل لين قد دي ودي قد دي، يبقى ذيرفور ان الاتنين دول ايكوال وكروسبوندنج، يبقى هستنتج ان الجزء ده والجزء اللي هو الدون السايد ده والسايد ده هيكونوا بارلل، وكده نستخدم عندنا بارل وبارل فده ترانسفيرسال وترانسفيرسال، يبقى كده الانترسبتد بارتس ار بروبوشنال. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاي بي اوفر البي سي ايكوال الاي دي اوفر الدي اي،
يبقى هنا ال A B over ال B C equal ال A D over ال D E. هعمل substitution، يبقى هنا عندنا 6 over 3 equal ال 4 over ال D E اللي أنا عايز أجيبها. يبقى كده ال D E هنعمل cross multiplication 3 by 4 divided 6، 12 divided 6 يبقى الإجابة هتطلع 2 سنتيمتر، اللي هي الإجابة لتر A. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي ال BC intersected DE in the point F، وقال لي ان ال AB 6 BD 4.5 DF 6 FC 3 CE كلها 8، وعندي ال FB 9 وال FC 3. اول حاجة بيقول لي بروف ان الترينجل ABC، ABC الترينجل الكبير دوا similar للترينجل DBF، والمطلوب التاني ان الترينجل EFC يكون isosceles triangle. ادي هنا عندنا الرسمة، اول حاجة طلب مني ان انا اخلي الترينجل EBC كبير similar للترينجل DBF، فاحنا بناخد السايدز corresponding sides، فبناخد هنا ال AB over ال DB واشوف الريشيو بتاعها بكام، ونفس النظام اخد ال BC over ال BF والمفروض تطلع نفس الريشيو، وبعد كده ال CA over ال FD. اول حاجة ال AB هنجيبها من الرسم، طلع ب 6 over ال DB 4.5، لما نعملهم divided هتطلع 4 over 3. هنيجي بقى لل BC، ال BC بكام؟ ال BC الجزء ده كله 3 و 9 12، وال BF ال BF 9 هنعملهم divided برضه هتطلع the same ratio 4 over 3. نشوف ال CA اللي هي ال 8 وال FD اللي هي 6، 8 divided 6 برضه طلعت 4 over 3. يبقى sense ان ال AB over ال DB equal BC over ال BF equal CA over FD، يبقى therefore ان الترينجل الاولاني similar to the triangle التاني، يبقى ABC similar للترينجل DBF. كده الاولاني خلص. تاني حاجة عاوزين نعمل بروف ان الترينجل EFC اللي هو الترينجل ده EFC يكون isosceles، تمام كده؟ طب امتى يكون isosceles؟ لما يكون في تو انجل قد بعض. طب نيجي بقى من السيميلاريتي اللي احنا اثبتناها دلوقتي، من السيميلاريتي اثبتنا ايه؟ اثبتنا ان الانجل سي ديا في الترينجل الاولاني ABC ABC السي اللي هي ديا ايكوال الانجل اف في الترينجل التاني اللي هو مين؟ DBF، DBF اللي هي طبعا الاف اللي فيه اللي هي الجزء دون، تمام؟ يبقى دون اول حاجة، since ان ده similar لده يبقى therefore الانجل سي ايكوال الانجل BFD، دي اول حاجة. طب انا عندي في علاقة بين الانجل دين والانجل دين، الانجل دي ايكوال الانجل دين vertical opposite angle، يبقى therefore ان سي ايكوال اي اف سي، يبقى therefore ان الترينجل دون طلع isosceles. يبقى تاني from similarity اثبت ان الميجر بتاع الانجل سي ايكوال الميجر BFD، ميجر اوف BFD، لكن انا عندي ان الميجر بتاع ال BFD ايكوال الميجر بتاعة ال EFC vertical opposite angle، يبقى therefore ان الانجل EFC ايكوال انجل C، يبقى therefore الترينجل ده وان isosceles triangle. سؤال نمبر 6 بيقول لي 2 cosine theta ايكوال negative root 3، وقال لي ان theta between ال باي وال 3 باي over 2، يعني بين ال 180 و 270، يبقى هي موجودة في الثيرد كويت، تمام كده؟ هو عاوز يجيب الانجل سيتا، أول حاجة احنا عارفين ان هي الـ A المكان بتاعها في الثيرد في الجزء ده، يعني greater than 180 و A less than 270. فأنا عندي ان 2 كوساين سيتا equal negative root 3، أقدر أجيب الكوساين سيتا، يبقى الكوساين سيتا هنعمل divided 2، يبقى ده 1 over ده negative root 3 over 2، يبقى سيتا شيفت كوساين بجيب ده بس كده روت 3 اوفر 2، لما اعملها شيفت كوساين روت 3 اوفر 2 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 30، بس احنا بنتكلم في السيرد اللي هي 180 بلس، يبقى 180 بلس 30 هتطلع 210. احنا عندنا الاجابات كلها موجوده بالباي بالراديان، فهنعملها تايم باي اوفر 180، يبقى طبعا هنا دي فيها 0 فيها 0 ديفايدد 3 هيبقى 7 over 6 باي،
يبقى الإجابة عندنا هتطلع 7 over 6 باي اللي هي الإجابة لتر دي. يبقى عندنا الإجابة هنا طلعت لتر دي 7 باي over 6. سؤال نمبر 7 بيقول لي هنا in the opposite figure قال لي measure of angle A equal twice measure of angle B وعايز أجيب اللينس بتاع ال BC وداني دي 8 وهنا ال AC 6 سنتيمتر. أدي الرسم عندنا هنا قال لي إن ال A twice ال B تمام كده، فأنا هسمي ال B ديا سيتا يبقى رئة ده كام مرة هتطلع 2 سيتا تمام، يبقى هنا عندنا ديا 2 سيتا. فأنا هستفاد من الموضوع دون هنعمل construction كده هنعمل bisect للأنجل A. طب هي 2 سيتا لما اقسمها يبقى الجزء ده سيتا والانجل دي برضو زيها سيتا. هنا عندنا دون انتيريور بايسكتور الانجل A يبقى كده عند ال اي بي اوفر ال اي سي هيبقى ال دي بي اوفر ال دي سي. يبقى اول حاجة عندي ان ال اي بي اوفر ال اي سي ايكوال دي بي اوفر ال دي سي ايكوال كام اوفر كام هتطلع 8 اوفر 6 اللي هي 4 over 3. يبقى انا كده الدي بي دون هيطلع 4 بس هنسميه 4m عشان دي ان ريشيو والدي سي هيطلع 3m. الحاجه اللي بعد كده انا عندي الانجل دي ان سيتا والانجل دي سيتا يبقى الترينجل ده ايسوسليس ترينجل. طب طالما دي 4m يبقى دي برضو 4m زيها تمام. ده كله عشان اجيب اللينس بتاع البي سي يبقى انا لازم اجيب الام الاول. طب عشان دون اعرف اجيب اللينس بتاع الاي دي انا عندي قانون اللينس بتاع الاي دي الانتيريور باي سيكتور هو عبارة عن square root side by side minus part time part. يبقى نكتبها على طول بقى او الاول القانون ادي ال A B time ال A C minus part time part اللي هو D B time ال D C. يبقى هنا عندي ال A D جبناه بقى طلع 4M equal square root ده time ده 6 by 8 على طول 48 minus 3 by 4 12. طب هنا 12 بمين M و M يبقى M باور 2. عايزين نخلص من الروت هنعمل البوس سايز سكويرنج زي يبقى ده 16 ام بار 2 ايكوال 48 ماينس 12 ام سكوير منها هنجيب دي ام بالبوز في الناحيه الثانيه هتبقى 16 ام سكوير بلس 12 ام سكوير ايكوال 48 يعني 28 ام سكوير ايكوال 48. يبقى الام سكوير هنعمل 48 divided 12 divided 4 هتطلع هنا 12 over 7 تمام. انا كده جبت الام سكوير منها الام بس هنعمل سكوير روت ل 12 over 7 يبقى هنسيبها كده تمام. انا كده جبت مين جبت الام. انا المسألة دي انا عايز اجيب مين عايز اجيب البي سي كلها. طب البي سي كام ام هي 7m يبقى احنا عشان نجيب البي سي اللي هي 7m يبقى هنعمل 7 تايم روت 12 اوفر روت 7 تمام كده. وطبعا هنعملها بالكالكوليتر هتطلع الاجابه 2 روت 21 تمام كده. لو هنا عاوز اعرف الستيبس هعمل روت 7 وروت 7 فوق وتحت فاللي فوق هتبقى 7 روت هنا روت باي 7 وهنا باي 7 دي باي 7 تبقى هتطلع 7 وديا هتطلع 7 باي الرقم ده هتطلع 84 دي هتطير مع ديا روت ال 84 اللي هي 4 تايم 21 الفور تخرج بره ب 2 يبقى تطلع الاجابه في الاخر 2 روت 21. سؤال نمبر 8 بيقول لي لو عندي ساين سيتا ايكوال ساين 750 كوساين 300 بلس ساين نيجاتيف 60 كوتين 120 وقال لي السيتا دي موجوده بتوين الزير و 360 احنا بنتكلم في الفور كوادرانتس. يبقى انا هنا عندي الساين سيتا هنسيبها دلوقتي ونفك الباقيين ادي ساين 700 50 طبعا greater than 360 يبقى هنعملها minus 360 مرتين هتطلع sin 30 وصلنا ال acute في الفيرست اللي هي equal half. نيجي بعد كده الكوساين 300 طب ال 300 دي في الفورس فبعملها كوساين زي ما هي وادي 360 minus 60 تمام. انا عندي في الفورس الكوساين بوزيتيف وده ايفي مش هيغيرها هتطلع كوساين 60 وكوساين 60 برضو ايكوال هاف. بعد كده عندنا ساين نيجاتيف 60 لما تكون هنا ديا بالنيجاتيف النيجاتيف بتطرد بره هتطلع نيجاتيف ساين 60 الوحيده اللي بتشيل النيجاتيف الكوساين وطبعا السك يبقى هتطلع نيجاتيف روت 3 اوفر 2. بعد كده عندنا الكوتان 120
الكوتين 120 دي عبارة، دي طبعا في السكند، تبقى كوتين 180 minus 60 يبقى هتطلع equal في السكند negative، وده even هتطلع كوتين 60. طبعا الكوتين هي الريسيبروك للتان، طب التان 60 بروت 3 يبقى الكوتين هتطلع negative 1 over root 3. نشوف بقى الحاجات اللي عندنا. انا ده كله عايز اجيب الانجل سيتا، طبعا انا عندي ساين سيتا equal ده تايم دون زي مكتوب، يبقى دي هاف تايم هاف، وهنا بلس الساين تلات نيجاتيف روت 3 اوفر 2 تايم الكوتين 120 نيجاتيف 1 اوفر روت 3، دي هتطلع كورتر، ودي هتطلع النيجاتيف هتطير مع النيجاتيف، ودي هتطير مع دي بلس 1 اوفر 2 يبقى هتطلع 3 اوفر 4. تمام كده، انا كده جبت مين؟ يبقى كده عندي الساين سيتا 3 اوفر 4، والسيتا الساين هنا بوزيتيف، طب هي بوزيتيف فين؟ يا اما الفيرست يا اما سكند. طب انا عايز اجيب الانجل، هنعمل شيفت ساين 3 اوفر 4 ايكوال كوم، يبقى هنا عندنا شيفت عشان نجيب الانجل ساين 3 اوفر 4 ايكوال طلعت 40، يبقى هنا عندنا السيتا 48 degrees و 35 minutes و 25 second. تمام كده، انا كده ده في الفيرست. طب في السكند يبقى هنعمل الرقم ده ماينس 180، يبقى نقول 180 ماينس ونشوف الانسر اللي احنا جبناه دلوقتي ايكوال حطيناها بالدجري هتطلع 131 ديجري و 24 مينت و 35 سكند. السؤال اللي بعد كده نمبر 9 بيقول لي لو عندي ال L وال M هي الروتس للايكويجن 4x بار 2 بلس 4 ايكوال 13x، بيقول لي عايز اجيب الكوادراتيك ايكويجن اللي الروت بتاعتها ال بلس ام وال ام. اول حاجه الاولانيه لازم اخليها ايكوال 0، يبقى انا عندي 4x بار 2 ال 13 تخش جوه 13x تخش بالنيجاتيف بلس ال 4 كل الكلام ده ايكوال 0. دي الروس هنجيب الجيفن روس بتاعتنا عندي ال ال بلس الام اللي هو عبارة عن negative coefficient of x over coefficient of x square، يبقى negative negative 13 يعني 13 over 4، وهنجيب ال product بتاعتهم اللي هو 4 over 4 هيطلع ب 1. نشوف بقى ال required roots اللي هي عندي، هنجيب ال sum بتاعهم اللي هي ال L plus ال M plus ال L M. طبعا عندي ال L plus ال M لسه جايبها 13 over 4 بلس ال ال ام برضه جبتها ب 1، طبعا 4 over 4 يعني هتطلع 17 over 4، يبقى انا كده جبت السم. فاضل اجيب البرودكت اللي هو ال ال بلس ال ام، هعمله تايم ال ال ام، طب ال ال بلس ال ام بكام؟ برضه 13 over 4 تايم ال ال ام اللي هو ب 1 طلعت 13 over 4، يبقى كده قدرت اجيب الايكويجن اللي عايز اجيبها. يبقى الايكويجن ريكوايرد ايكويجن x over 2 minus السم، السم اللي هو 17 over 4x plus البرودكت 13 over 4 كل الكلام ده equal 0. عشان اخلي احسن شكلها احسن شوية هعمل كله تايم 4، يبقى هتبقى 4x over 2 minus 17x plus 13 equal 0. السؤال اللي بعد كده هنا الاكس دي مش موجودة، ادانا الارك بي دي ايكوال 30 degrees والميجر اوف انجل اي ب 28. طب احنا عندنا الانجل اللي بره دي بنجيبها ازاي؟ بعمل الارك ماينس الارك ديفايدد 2، يبقى الانجل اللي بره اللي هي 28 الارك اللي انا عايز اجيبه الاكس ماينس الارك التاني اللي هو 30 اوفر 2، هنعمل 2 باي ال 28 هتطلع 56 ايكوال اكس ماينس 30، ومنها السيرتي تروح الناحية التانية تبقى 56 بلس 30 هتطلع في الآخر 86 degrees اللي هي الإجابة لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in the opposite figure f x perpendicular على e b، أدي ال f x perpendicular على e b، ال d y perpendicular على ال b c، ال d y perpendicular على ال b c، ال e z ال e z perpendicular على ال e c، وداني ال AC ب 9،
والسي بي 12 والاي دي 4 وطلب مني اجيب اللينس بتاع الاي اف اللي هو الجزء ده. تمام كده هنكبرها شوية عشان نشوفها اكتر. تمام ادي الرسمة موجودة عندي اهي، وطلب مني ان اجيب اللينس بتاع الاف اي. هنبص للمسألة دي، احنا خدنا في تالتة اعدادي لو عندي شكل زي كده والاوبزيت سايد دول ديا وديا الاكس والواي دي لو عملت لهم بلس وطلعوا 180 يبقى انا كده عندي الشكل ده وان سايكليك واد، يعني ممكن في سيركل تعمل باسنج ثرو زيرو فيرتسيز. تمام كده، او ممكن اجيب الاكستيرير انجل اللي هنا ديا تكون قد الانتيرير انجل از اوبزيت فيرتكس يبقى برضه هيكون ايه سايكليك واد. طب نشوف الكلام ده في الرسمه اللي عندنا. انا عندي دي 90، طبعا دي 90 يعني اللي جنبها 90 يبقى دي بلس دي 180 يبقى الشكل ده وان اي اكس اف زد هيطلع سايكليك واد. تمام كده، او دي الاكستيرير ايكوال الانتيرير از اوبزيت فيرتكس نفس النظام دي 90 ودي برضه 90 او دي 90 واكستيرير يبقى ده برضه سايكليك واد ونفس النظام 90 و90. تمام كده، او هنا الاكستيرير وال90 هيطلع سايكليك واد. طب يعني ايه فايده الكلام ده؟ انا عندي في السايكليك واد ان الاكستيرير ايكوال الانتيرير از اوبزيت فيرتكس. طب نيجي بقى هنا في الرسمه اللي عندنا دي، ادي هنا عندي الاي هتبقى هنا عندنا ده الاوبزيت يبقى هي دي الاكستيرير بتاعها. تمام كده، يبقى انا عندي دي كانها هنا ايه دي هسميها 1 مثلا يبقى دي 1 زيها. ادي هنا دي اكستيرير ادي البي يبقى دي هتسميها 2 ودي 2. يبقى عندي الترينجل الكبير اي بي سي والترينجل الصغير اف دي اي في 2 انجل قد 2 انجل، طالما 2 انجل قد 2 انجل يبقى هو كده سيميلر. تاني انا عندي الاكستيرير ايكوال انتيرير از اوبزيت فيرتكس، الاكستيرير ايكوال انتيرير از اوبزيت فيرتكس يبقى 2 انجل في الصغير قد 2 انجل في الكبير، طبعا اكيد الثالث قد الثالث يعني الاثنين ايه سيميلر. طب نعمل السيميلارتي ازاي؟ هنقول 1 2 وادي الثيرد، يعني عندي الترينجل اي بي سي يبقى كده استفدت ان الترينجل اي بي سي سيميلر هنا 1 و 2 وادي الثيرد اللي هو الاف دي اي سيميلر للترينجل اف دي اي. عندي هنا السايدز هنحط السايدز كده يبقى الاي بي اوفر الاف دي ايكوال البي سي اوفر الدي اي لو مش باينه اهي التالتة السي اي اوفر الاي اف. نحط بقى السايدز اللي عندنا، الاي بي كان في المساله الاي بي مش موجوده والاف دي برضو مش موجوده احسن برضو، فاضل البي سي والدي اي. البي سي بكام؟ البي سي في المساله موجوده ب 12 والدي اي ايكوال 4، السي اي في المسألة ب 9 والاي اف، الاي اف بقى اللي احنا عايزين نجيبها وكده يبقى احنا كده عملنا سبستيتيوشن، دي موجودة ب 12 ودي هنا 4 دي هنا 9 والاي اف اللي انا عايز اجيبها، فهنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 4 باي 9 36 ديفايد 12 يبقى الاي اف هتطلع 3 سنتيمتر، يبقى الإجابة عندنا طلعت لتر بي. سؤال السؤال اللي بعد كده بيقول لي determine the sine of the function f of x equal x bar 2 minus x plus 12، وبعد كده عاوزين determine the solution set inequality x bar 2 plus 12 greater than 0 وهنعملها representation على number line. أول حاجة دي ملهاش factorize، ولو عملناها بالكالكوليتر هيطلع فيها i imaginary، يعني imaginary يا إما over x يا إما under x. طب بنجيبها إزاي؟ بنجيب الdiscriminant اللي هو b سكوير ماينس ال 4ac، ال b هنا يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس ال 4 تايم ال a تايم c يبقى 1 ماينس 48 هيطلع نيجاتيف 47 ليس ذان 0، يبقى هنا يا اما اوفر ال x يا اما اندر، يا اما كلها بوزيتيف يا اما كلها نيجاتيف. بعرفها ازاي؟ من الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير، يبقى هي عندنا كلها الفانكشن كلها هتبقى ايه؟ هتبقى الفانكشن كلها بوزيتيف فور اول x بلونج تو r. تمام كده، هو هنا عايزها يبقى كده احنا عرفنا ان هي كلها بوزيتيف، هو عايزها تكون x باور 2 بلس 12، طبعا هندخل x جوه هتبقى زي كده جريتر ذان 0. عايزها بوزيتيف امتى؟ طبعا هي بوزيتيف فين؟ لما تكون x بلونج تو r. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي اي بي كوساين بي بلس اي سي كوساين سي ايكوال، وادانا هنا الرسم، فانا هنا عندي الاي بي هنزل الاي بي زي ما هو تايم كوساين البي، كوساين البي اللي هو الادجيسنت over ال hypotenuse ال adjacent اللي هو 6 over ال hypotenuse AB plus
ال AC، هننزل ال AC زي ما هي، تايم الكوساين سي، الكوساين سي برضو الادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو ال 8 اوفر ال AC. هنلاقي هنا ال AB يطير مع ال AB وال AC يطير مع ال AC، هتطلع 6 بلس 8 اللي هي ايكوالز 14. الإجابة لتر سي. سؤال نمبر 16 بيقول لي الاريا بتاعت ال ADE ايكوال 8، الاريا بتاعت الشكل الصغير ده ايكوال 8، واداني طبعا واضح من الرسم ان ال AD بارلل ال CB 2 4 وده 9. عايز اجيب الاريا بتاعت DBCE اللي هو الجزء ده اللي هو الترابيزيا من تحت، تمام كده. فانا عندي من البارلل، انا عندي ده بارلل ده، يبقى كده عندي الترينجل اللي فوق ADE سيميلر للترينجل كبير ABC، تمام. يبقى كده عندي الاريا بتاعت الترينجل ADE اوفر الاريا للترينجل الكبير ABC هي عبارة عن سكوير السايدز او سايدز كورسبوندنج سايد سكوير. فانا عندي الاي دي دون يبقى هو الاي دي اوفر الاي بي اول سكوير، تمام كده. طب انا عندي الاريا بتاعت الاي دي اي اللي هو الصغير اللي فوق 8 اوفر الاريا بتاعت الترينجل الكبير اللي هو الاي بي سي عبارة عن الاي دي اللي هي 2 اوفر الاي بي كله اللي هو 6 وكله باور 2، تمام كده. طب انا عندي دي اوفر دي تبقى 1 اوفر 3 يعني 1 اوفر 9. كده اقدر اجيب الاريا بتاعت الترينجل الكبير ABC، هعمل 9 تايم 8 هتدينا 72. انا كده جبت الترينجل كله، لكن عاوز اجيب الترابيزيوم بس، يبقى الاريا بتاع الترابيزيوم هتطلع 72 ماينس ال 8 هتطلع 64 سنتيمتر سكويرز اللي هي لتر بي. سؤال نمبر 19 قال لي في الاوبوزيت فيجر عاوز اجيب اللينس بتاع الاكس ال الاكس واي، سوري هو طالب الاكس ال. فعشان نجيب الاكس ال يبقى نقول الاكس ال باور 2، فبنعمل قريبه في البعيده اللي هي ال ال واي تايم ال ال زد يعني ايكوال 9 تايم 16 هتطلع 9 باي 16 تدينا 144، ومنها الاكس ال روت ال 144 هتدينا كام؟ تطلع 12 سنتيمتر اللي هي الاجابه لتر بي. سؤال نمبر 18 بيقول الفانكشن f of x equal 2x، قال لي بوزيتيف، عاوز اعرف بوزيتيف فين. طبعا هنا اي فانكشن عشان نعمل الصد ليها، فبمسك الفانكشن وخليها الاول equal 0، يبقى هنا عندي ان 2x equal 0 ومنها الاكس هتطلع equal 0. ادي النمبر لاين بتاعي الزيرو، الفاليو بتاعتها 0. هنا سيم از x يعني هنا البوزيتيف وهنا الاوبوزيت، تمام. هنا البوزيتيف انفينيتي وهنا النيجاتيف انفينيتي، انا عايزها تكون بوزيتيف، يبقى هي بوزيتيف من اول الزيرو لغايه البوزيتيف انفينيتي، لكن طبعا ايه هتكون اوبن، تمام. هو هنا ادانا الاختيارات ما كتبش الانترفال، قال هتكون في الار ولا ار بوزيتيف ولا ار نيجاتيف ولا ار اكسبت زيرو. طبعا هتبقى فين؟ في الار بوزيتيف، خدنا في ثانيه اعدادي الار بوزيتيف اللي هي من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي، يبقى الاجابه هتطلع لتر بي. سؤال نمبر 18 قال ان ذا اوبوزيت فيجر عندي ان الاكس واي بارلل بي سي، بيقول لي فايند اللينس بتاع الاي سي، عاوزين نعرف الاي سي بكام، تمام كده. انا عندي دين الجزء الاي واي قد الاكس بي، فهسمي دين اكس ودي اكس. انا عندي ده بارلل وده بارلل، فدي هنا ترانسفيرسال، فباخد الترانسفيرسال اوفر الترانسفيرسال، يعني هنا عندي الاكس اوفر الجزء بتاع الانترسبتد بارت ده اللي هو 12 ايكوال هنا ده 3 اوفر الاكس. هنعمل كروس مالتيبليكيشن اكس باي اكس، اكس باور 2 هتطلع 3 باي 12 36 ومنها الاكس هتطلع 6، تمام كده. هو طلب الاي سي كله، فانا عندي جبت دايما ب 6 يبقى 6 بلس 12 يبقى الاي سي هتطلع ايكوالز 18 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، بيقول لي ان الواي ايكوال ساين اكس، وعايز اجيب ابسوليوت الاي بلس ابسوليوت البي، تمام كده. فانا هنا عندي في المساله ادي هنا باي اوفر 2 واي، وهنا 3 باي اوفر 2 وبي. طب هي ساين، انا عندي مره الاكس طبعا باي اوفر 2 هي الاكس، يبقى هنا دي ساين باي اوفر 2 اللي هي ساين 90 هتطلع 1، والثانيه يبقى كده دي المفروض باي اوفر 2 واي، يبقى كده عرفت ان الاي ايكوال 1. هنيجي بقى للثانيه ساين 270 اللي هي تطلع بنيجاتيف 1، يبقى انا كده عندي البي المفروض هنا دي 3 باي اوفر 2 ونيجاتيف 1، تمام. هو عايز ابسوليوت الاولانيه يبقى ابسوليوت ال 1،
plus absolute ال b اللي هو absolute negative 1، يبقى تطلع 1 plus 1 equals 2. يعني فكرة المسألة هي دي ال x و دي ال y، تمام كده؟ هعوض بال x هنا هتطلع ال y اللي هي هنا ال a ب 1، وهعوض هنا بال x هتطلع ال b ب negative 1، ونجيب ال absolute الأولاني والتاني نعملهم plus تطلع 2. سؤال نمبر 21 بيقول لي the product of the roots of the equation. ادانا هنا 3 equation، هيبقول لي البرودكت بتاع الروت. هنجيب البرودكت الروت دون اللي هو ال L تايم M، وهنا نجيب ال L تايم M وال L تايم M، وكلهم اعملهم تايم بعض. طب هنا البرودكت ال L تايم M بنقول ايه؟ ال absolute term over coefficient of x square، يعني هو عندي في الاولاني ال C over A، ونعمل تايم البرودكت هنا اللي هو ال absolute over coefficient of x square اللي هو ال A over B. تايم هنا نفس النظام ال B over ال C، هنلاقي ان ال B هتطير مع ال B وال A تطير مع ال A والسي مع سي. طبعا كلهم كل ما مطير بحط 1 في الاخر الاجابة هتطلع 1، يبقى الاجابة 1 اللي هي ليتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي x plus y i، ادي x plus y i equal i power 15 plus 2 square root للنيجاتيف 4، وطلب مني نجيب الفاليو بتاعت ال x plus ال y. فانا هنا عندي ال x plus ال y i، ال i power 15 فهشيل منها الفور ثلاث مرات هتبقى i باور 3، او اعمل 15 ديفايدد 4 بالكالكوليتر هيديني في 3 اوفر 4 يعني نيجاتيف i. يبقى هنا عندي في نيجاتيف i بلس هنا عندي 2 روت نيجاتيف 4 اللي هي كانها 2، الفور هتخرج بره ب 2 ودي تخرج بايه؟ ب i، تمام كده؟ يبقى انا هنا عندي لان دي عباره عن 2 تايم 4i سكوير، الفور تخرج ب 2 والاي سكوير تخرج ب i، يبقى هنا ايكوال نيجاتيف i 2 باي 2 4 4i، يعني في الاخر خالص طلعت 3i. يبقى هنا x اللي هي الريل، هنا مفيش ريل، يبقى هنا عندي الاكس ايكوال 0. الواي الايميجينري بارت هيطلع ب 3، هو عاوز الاكس بلس الواي يبقى 0، سوري الواي هيطلع ب 3، يبقى عاوز الاكس بلس الواي تبقى 0 بلس 3 ايكوالز 3، يبقى الاجابه ليتر a. سؤال 23 بيقول لي if the root of the equation x بار 2 plus 4x plus k equal 0 are distinct real. كلمة distinct يعني مختلفين وreal. فامتى بيكون distinct real؟ لما يكون الديسكريمينانت رقم بوزيتيف greater than 0، تمام كده؟ لو شال كلمة distinct دي الريل بس كنا نقول greater than or equal، لو قال لي equal كنا نعمل equal بس، تمام كده؟ imaginary او complex يبقى discriminant less than 0. طب هنا عندي في الايكويجن اهي الايكويجن عشان تبقى باينه x بار 2 بلس 4x بلس k ايكوال 0، هنجيب الديسكريمينانت اللي هو مين؟ b سكوير ماينس 4ac هيكون جريتر ذان 0، ال b سكوير كوفيشنت اوف x يعني 16 ماينس ال 4 تايم ال a اللي هو 1 تايم ال c اللي هو k، كل الكلام ده جريتر ذان 0، يبقى دي 16 هنسيبها زي ما هي جريتر ذان نيجاتيف 4k تروح بوزيتيف 4k، هنعمل divided 4 divided 4 divided 4 يبقى كده k less than 4. طب k less than 4 ادي number line ادي 4 less than، يبقى هناخد دون الجزء دون يبقى negative infinity و 4 open، يبقى الاجابة اللي هي letter a negative infinity و 4 open open interval. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي ال am equal 12، يبقى ال am 12 وقال لي radius ب 9 سنتيمتر، وقال لي اي دي بوينت او سايز سيركل، يبقى انا عندي سيركل كده وادي الاي بره، تمام كده؟ هو عاوز يجيب الباور اوف اي تو سيركل ام. طب الباور اوف اي احنا قلنا ديستانس سكوير ماينس الار، الديستانس سكوير اللي هي الاي ام سكوير، يبقى الاي ام سكوير ماينس طبعا ار سكوير، الاي ام يعني 12 سكوير ماينس ال 9 سكوير، ونعملها بالكالكوليتور ما فيهاش مشكله وتطلع زي ما تطلع، هتطلع 63 سنتيمتر اللي هي الإجابة لتر بي. السؤال اللي بعد كده اداني داون تريانجل، قال لي إن الـ AB 6 سنتيمتر، الـ AC 4 سنتيمتر، الـ AD ده بايسكت الأنجل A internally، والـ AE بايسكت برضه الأنجل A externally، وهنا ادانا CB equal 5 سنتيمتر. بيقول لي عايز أجيب اللينس بتاع الـ DE، تمام كده؟ أنا هنا عندي أول حاجة ان ال AD bisect ال ABC، يبقى كده عندي ال AB over ال AC equal ال DB over ال DC،
تمام كده. هسمي منهم مثلا واحدة اكس، هنسمي دي اكس اي حاجة، يبقى التانية تبقى 5 ماينس الاكس. تمام، يبقى هنا عندي 6 اوفر الفور ايكوال الاكس اوفر 5 ماينس اكس، لان دي كلها ايه 5 ودي اكس، شلت منها الفايف شلنا منها اكس، يبقى 5 ماينس اكس. نعمل كروس مالتيبليكيشن، ممكن اعمل سمبليفاي الاول، يبقى 3 اوفر 2 2 باي اكس، يبقى 2 اكس 15 ماينس 3 اكس، الماينس 3 تيجي الناحية التانية بالبوزيتيف، يبقى 5 اكس ايكوال 15، منها الاكس هتطلع ب 3. يبقى انا هنا عندي عرفنا الجزء ده ب 3 والجزء ده بكام؟ ب 2. الجزء التاني لسه برضو عاوزين نجيب ال دي اي، فانا عندي ال اي اي اكستيريور باي سيكتور، يبقى انا كده عندي برضو تراينجل، عندي ال اي بي اوفر ال اي سي، ال اي هو الجزء التاني، يبقى نشيل ال اي ونحط مكانها اي، يبقى ال اي بي اوفر ال اي سي. تمام كده. طب ال اي بي بكام؟ ال اي بي وال اي سي لسه جايبينهم شوية 6 اوفر 4. نيجي بقى لل اي بي، ال اي بي اللي هو الجزء ده كله. تمام كده، الجزء ده كله هنسمي ديا مثلا واي، يبقى دي كلها واي بلس 5، يبقى هنا عندي الواي بلس 5 اوفر الاي سي من اول هنا لهنا اللي هي الواي بس. تمام، برضو هنا هنعمل سمبليفاي، هتطلع 3 اوفر 2 كروس مالتيبليكيشن، يبقى 2 واي بلس 10 ايكوال 3 واي، يبقى هنا 2 باي واي 2 واي 2 باي 5 10، 3 باي واي 3 واي هيبقى 10، هنودي دي الناحية التانية بالنيجاتيف 3 واي ماينس 2 واي يبقى واي، يبقى كده جبنا الواي بكام؟ ايكوال 10. يبقى هنا عند الواي ديا ب 10، عاوزين نجيب بقى الدي اي. طب الدي اي من اول هنا لهنا احنا جبنا كنا دي ب 3 ودي 2، يبقى الدي اي هتطلع 10 بلس 2 ايكوال 12، يبقى هنا 10 بلس 2 ايكوال 12 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي ان الاي بي ارك سيركل السنتر بتاعها او، وده هنا انجل سيتا، وهنا الراديوس بتاع السيركل 10، وهنا هنا الكورد ده ب 16، وعايز اجيب اللينس بتاع الاي بي، يبقى هنا الاي ادي الرسمه اهي، وعايز اجيب اللينس بتاع الارك ده. تمام كده، انا عندي دي سيتا وهنا ده 10، ده 10 زيه، وده كله الكورد ده 16. علشان اجيب اللينس بتاع الارك يبقى لازم اعرف حاجتين، اعرف السيتا ريد تمام كده، او اجيبها بالديجري وحولها للريد، وبعد كده الريديوس، الريديوس موجود فاضل السيتا. طب اجيبها ازاي؟ مفيش هنا رايت انجل، بعمل بيربنديكولار كده، واخدنا في ثالثه اعدادي ان البيربنديكولار على الكورد بيعمل له بايسكت وبايه؟ وبيكون بيربنديكولار، يبقى ده 18 وده 18 زيه. هنيجي للتراينجل ده، انا عايز اجيب بقى جزء من انجل سيتا، دي كلها سيتا، فطبعا عندنا الجزء ده قد ده، فدي هنا سيتا اوفر 2. فانا ايه اللي عندي بالنسبه للانجل دي؟ عندي هنا الاوبوزيت والهايبوتنس، يبقى هنجيب الانجل اللي هي سيتا اوفر 2 دي، يبقى نقول ساين سيت اوفر 2، مش عارف يعني ايه سيت اوفر 2، مش عاجباك اعملها ساين ام اي حاجه، فبنقول عندنا ان هي ال 8 اوفر ال 10. انا كده جايب هجيب الاول هاف الانجل، فعشان اجيب الهاف دي فهنعمل شيفت ساين، شيفت ساين 8 اوفر 10 ايكوال كوما، احنا كده جبنا الانجل اللي هو الجزء ده، بس انا عايز اجيب السيتا كلها، يبقى السيتا كلها اللي عندنا دي هعملها تايم 2، طلع الرقم ده 106.8 وشويه حاجات، ممكن احولها اعمل كوما اعملها ايه بالديجري. طب انا عايز اخليها بالراديان، ما انا ده كده جبتها الانجل بالديجري، يبقى عشان اجيب اللينس لازم احولها للراديان، يبقى هنعمل الانسر ده تايم، ونعمل هنا باي اوفر 180 طلعت ب 1.85. تمام كده، هنعمل بقى الرقم دون، يبقى انا كده جبت السيتا ريد عندي 1.85 وشوية حاجات كده، هنعمله بقى تايم الراديوس اللي هو كام 10، يبقى هنعمله تايم الراديوس اللي هو 10، في الاخر طلعت 18.5، وهو هنا عاوزها ابروكسيميشن، يبقى الاجابة هتطلع 19، لان احنا خدنا في ابتدائي هنا طلعت 18.54 النيرست يونت، فدون من اول 5 يزود 1 هيبقى 91، يبقى الاجابه عندنا هتطلع اللينس بتاع الارك اي بي هيطلع 19 سنتيمتر ابروكسيميتلي. سؤال 27، عايز اجيب الاي بي بلس الواي زد، يبقى عايز اجيب دون بلس ده. تمام، انا عندي هنا في المساله
اللي موجود عندي ان ده 1 وده ال AX parallel بي واي parallel سي زد، وعندي ده ترانسفيرسال وده ترانسفيرسال، فبناخد الترانسفيرسال فوق بعض، يبقى ده 1 وده وده هما الاتنين اوفر ودول اندر، يبقى ده 1 هنا ده النوميريتور وده الدينوميريتور، يبقى ال EX وهنا عندي ال XY وهنا ال YZ تحتيهم EA AB BC. يبقى نعمل substitution، يبقى هنا 4 وهنا 3 وهنا ال YZ، عاوزين نجيب ال YZ اللي تحت هنا 6، هنا ال AB عاوزين نجيبه وهنا 7.5، ونجيب ده وده 1، خلاص خلص المسألة ونعمل لهم بلس. يبقى كده ال AB 3 by 6 divided 4، 3 by 6 18 divided 4 هتطلع 4.5 سنتيمتر. نجيب ال YZ بنفس النظام، ده تايم ده 30 divided ده 1 هيطلع 5، هنعمل الاتنين بلس، هو كان عايز الاتنين بلس تطلع 9.5 سنتيمتر. سؤال 28 بيقول لي which of the following is not sufficient، ايه اللي مش كافي ان انا to prove that ان الشكل دي بي سي اي سايكل كواد. يعني ايه سايكل كواد؟ يعني هنا في سيركل هتعمل ايه باسنج ثرو زيربرت سيلز، تمام كده. فبيقول لي ان الاي دي اي تكون ايكوال انجل سي دون، هتبقى ادي دون، ما هي لو الانجل دين ادي دين يبقى الاكستيريور ايكوال انتيريور از اوبوزيت فيرتكس، يبقى ينفع، يبقى دون سفيشنت. يقول لي الترينجل اي دي اي اي دي اي سيميلر للاي سي بي، برضه هينفع لان الاي دي اي واي سي بي هتبقى برضه الاكستيريور ايكوال انتيريور، يبقى برضه هينفع، يبقى ده برضه التاني ينفع. ال AD تايم ال DB، ال AD تايم ال DB ايكوال ال AE تايم ال AC، لا الكلام ده غلط، لان احنا عندنا لو ده 1 سيركل تمام كده، ده سايكل كواد ودي بوينت بره، كنا بنعمل ال AD تايم السايد كله اللي هو ال AB، وهنا ال AE تايم السايد كله ال AC، يبقى هنا الجزء التالت ده نوت سفيشنت. يبقى هنا ديا AD تايم ال DB، لا كان لازم اقول ال AD تايم السايد كله اللي هو ال AB، وال AE تايم السايد كله اللي هو ال AC، يبقى هنا دي ما تنفعش لان هنا بيقول دون تايم ده، لا لازم يبقى ال AD تايم ال AB كله وال AE تايم ال AC كله. سؤال 29 بيقول لي x بلس 2i تايم x ماينس 2i ايكوال، ودينا تشويسز. طبعا لو عملنا الفيرست تايم الفيرست x سكوير ماينس 2i تايم 2i 4i سكوير الماينس 4i دي ال i باور 2 اللي هي نيجاتيف 1، تبقى كانها x باور 2 بلس الفور اللي هي الإجابة لتر A. نشوف المسألة اللي بعدها بقى بسرعة كده. هنا ادانا داون سيركل وادانا الارك، قد الارك هو عاوز يجيب الريشيو بتاع ال BE لل EC، تمام كده. فاحنا خدنا في ثالثة اعدادي لو ارك ايكوال ارك يبقى الانسكرايب دي قد الانسكرايب، يبقى احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ان ال AE انتيرير بايسيكتور لل BAC، يبقى كده عندي ال AB اوفر ال AC هو ال EB اوفر ال EC، يبقى عندي ال AB اوفر ال AC، نكتبها بالارقام بقى على طول. يبقى عندي هنا ال 3 اوفر 6 ايكوال ال BE اللي انا طالبه اوفر ال EC ديفايد ال 3 هتطلع 1 اوفر 2، يبقى الريشيو ال BE ال EC هتطلع 1 اوفر 2 اللي هو الاجابه لتر A. سؤال 31 بيقول لي solution set ل x بار 2 بلس 1 ايكوال 0 ان R. طبعا دي هنا عندي ال x بار 2 بلس 1 ايكوال 0، يبقى ال x بار 2 هتطلع نيجاتيف 1، ال x هتطلع بوزيتيف ونيجاتيف روت النيجاتيف 1 اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف i، طبعا دي مش موجوده في ال r، يبقى الحل هيطلع كام؟ هيطلع 5. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الريشيو بتوين areas of two similar polygon 16 و 25، عاوز اجيب الريشيو بتوين السايدز. لو اداني الاريا بجيب سكوير روت عشان اجيب السايد او البريمتر او الدياجونال او الريديوس او اي حاجه، يبقى هنعمل سكوير روت هيطلع ده 4 وده 5، يبقى الاجابه لتر بي. السؤال اللي بعد كده which of the following have both sine and cosine negative، انا عايز الساين والكوساين نيجاتيف. طبعا هما الساين والكوساين نيجاتيف فين؟ في الثيرد كويت. طب الثيرتي لا فيرست 120 سكند، يبقى هي 220 اللي هي ثيرد. وكده كملنا موديل 7، وان شاء الله المره الجايه مع موديل 8.